جدد الترحيب بحضراتكم في فقرتنا الجديدة جمعة الكواليس ومعلوماتي. أرحب بضيوفنا الصحفيين المحترمين، وهنبتدي برهام حمدي الصحفية والناقدة الرياضية المتميزة. ريهام أهلا وسهلا بك ومساء الفل. مساء الفل يا إبراهيم، أهلا. أخبارك إيه؟ كله كويس الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام. أحمد عبد الباسط أهلا وسهلا بك يا أستاذ أحمد. مساء الفل ومبسوط طبعا. أخبارك إيه؟ كله زي الفل. كله تمام؟ الحمد لله وربنا يكرم يا رب إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب احنا خلال فقرتنا ديت فقرة معلوماتي هنستعرض مع حضراتكم المعلومة اللي مش هتبقى موجودة عند حد، معلومة، وهيبقى عندنا ما وراء الخبر وهيبقى عندنا الحكاية، ثلاث حاجات في منتهى الأهمية هيميزوا الفقرة دي كل جمعة إن شاء الله مع حضراتكم. بس في البداية سألينكم سؤال علشان تتفاعلوا معنا على تويتر، من وجهة نظرك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر؟ من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر؟ حضراتكم هتجاوبوا لنا على السؤال ده واحنا في خلال الحلقة هنستعرضها. ابتدي بفقرة المعلومة. المعلومة عند عبد الباسط والمعلومة عند رهاب. النهاردة هنلعب معلومات من منتخب مصر ومعلومات من الأهلي، النادي الأهلي. نبتدي بمنتخب مصر، اتفضل يا عباس. طيب خلينا في البدايه نبدا بمنتخب مصر ومعلومات كلها جديده. اول حاجه انه احمد حجازي في مشكله ان هو يجي منتخب مصر. بس اتحاد جده حط شرط كده ان احنا ممكن نسمح ليه ان هو يروح منتخب، ولكن الشرط ده هيبقى صعب شويه، بيحاولوا يشوفوا له حل. ممكن كابتن بركات، انا كنت تواصلت مع بعض الناس بيحاولوا يشوفوا حل للموضوع دوت. احمد حجازي شرط اتحاد جده ان هو يطلع من جده على كينيا مباشره، يلعب المباراه ويرجع تاني ما بيلعبش مباراه جزر القمر، فدي هتبقى مشكله بالنسبه للكابتن حسام البدري. كمان ما يلعبش ليه جزر القمر اذا كان هو من حق المنتخب ده استدعاء رسمي واجنده دوليه؟ بالظبط. بس الاتحاد الدولي منح احقيه وصلاحيه للاتحادات اللي عندها مشكله في موضوع الحجر الصحي ان هي ما تبعتش لاعبتها الدوليين لمنتخباتها في موضوع الاجنده الدوليه، وده حاصل كتير في كل دول العالم. فنادي اتحاد جده عنده ماتش مهم في الكاس مع الهلال، هو خايف ان احمد حجازي لما يجي ما يرجعش عشان الحجر، فتبقى دي المشكله، لان مصر من ضمن الدول اللي مع السعوديه لازم يعني يخضع لفتره حجر، فبالتالي هيبقى عنده مشكله ان هو يرجعه، فبالتالي ده شرط. وان كان كابتن بركات بيحاول ان هو يشوف لها اي حل ان احمد يجي الماتشين ويرجع، اعتقد الموضوع معقد شويه. عشان كده ضم الكابتن حسام بدري احمد ايمن منصور وبعض اللاعبين الزياده. كمان موقف صلاح والنني يعني احمد ايمن منصور هفهم منك انه واحد من ضمن اللعيبه اللي محطوطه تلعب في مكان المساك، مكان المساك. لان هو وايمن اشرف بيعرفوا يلعبوا الحتتين، ناحيه الشمال ومكان المساك، فهم موجودين عشان خاطر لو حجازي مش هيعرف يجي. لو الكابتن حسام حب يستبعد اي حد ويسافر ب 26 5 ولاعيبه 25 يبقى في لعيبه هو لما بيستبعدها ما بتزعلش من الاستبعادات. بالنسبه لصلاح والنني وتريزيجيه، الناس بتسال عليهم هل هم هيجوا مش هيجوا، لحد اللحظه اللي بكلمك فيها هم جايين. ولكن قد يحدث تغيرات في موضوع الطيران، في موضوع الحجر، في الكلام ده كله ممكن يحدث في خلال ده وارد. ده كمان ده وارد طبعا. جاي تقفلها يعني بنبتدي من البدايه نقفلها؟ لا هي مش تقفيله، بس احنا بنوضح الامور، لان هم الموقف صعب جدا بالنسبه للجهاز الاداري بيحاول يحل الموضوع. ولو هيجي صلاح والنني وتريزيجيه هيجوا على طياره واحده، وهيجوا كمان يوم 22 متاخر، السفر هيبقى 23 مباشره، يعني مش هيلحقوا يتدربوا هنا. فالموضوع معقد بالنسبه مش بايد الجهاز الفني ولا بايد الجهاز الاداري، ولكن دي لظروف كورونا. دي بالنسبه للمعلومه الاولى اللي معانا في فقره معلومات. ريهام، المعلومه اللي عندك. المعلومه الاولى اللي عندي انا هرجع بيها بس فلاش باك شويه، ان احنا عارفين ان النادي الاهلي من فتره كان دفع حقوق رعايه لنادي الشرقيه للدخان عن طبعا لاعب حسين الشحات في الفتره اللي كان فيها ناشئ. لكن الجديد بقى في المعلومه بتاعتنا ان نادي مدينه نصر الفتره اللي فاتت طالب بحقوق رعايه برضو لحسين الشحات عن الفتره اللي لعب فيها، لان هو النادي الاول اللي لعب فيه. هو كان بيلعب الاول في اللعب الاول في نادي مدينه نصر، ومن نادي مدينه نصر راح للشرقيه للدخان. هو الاهلي عشان يجيبه هيقعد يدفع لحد ما اتولد كعب داير. الاهلي الحقيقه ما منعش، وهو في الفتره اللي فاتت لا ما منعش خالص. وفي الفتره اللي فاتت قدروا ان هم يوصلوا للاتفاق، واعتقد خلال الايام اللي جايه يعني هيبتدي الموضوع يروح في ان الفلوس تتسدد يعني. طيب ده طبيعي انه الاهلي يحاسب على لعيب بحقين رعايه للشرقيه للدخان ومن قبله كمان من نادي منين؟ هو طبقا للوائح المفروض ان الرعايه بتروح للنادي الاول ماشي، مش النادي التاني. طيب يبقى يعني في فلوس راحت لشرقيه للدخان بالظبط، وفي فلوس هتروح لمدينه نصر. تقدري عارفه الرقم مثلا ولا تقريبا اللي راح للشرقيه للدخان كان 1,200,000، وتقريبا يعني اللي هيروح لمدينه نصر في نفس الحدود يعني 1,200,000 تقريبا.
ماشي يعني ما يقرب يعني ما يقارب طيب. ما يقارب. عندك معلومه تانية ولا نروح لعبد الباسط ناخد منه؟ عندي معلومة. بس ممكن ناخد من عبد الباسط ونرجع لك. ناخد من عبد الباسط معلومه تانية. انت منتخب ها؟ منتخب كله بقى ما تقفلهاش في وشنا. مش هقفل. لا يعني ما انت قلت خبر حلو. مش قلت في ثلاثه مش جايين احتمال ما يجوش. احتمال اربعه وحجازي احتمال ما يجيش. عشان كده هو القائمه 28 ففي بدائل. الخبر الثاني رحيل الكابتن شوقي غريب عن المنتخب الاولمبي. والبديل دي فرقعه بقى كابتن ده السيد يعني دي فرقعه دي بقى. طب ليه بس معاه دي لا طبعا مني. لا طبعا هو الموضوع بتكلم جد طبعا بتكلم جد طبعا هيمشي بس نشرح للساده المشاهدين عشان ما يتخضوش اللجنه الثلاثيه اللي بتدير اتحاد الكره دلوقتي عامله مخطط للمنتخب الاولمبي الجديد اللي هو مواليد 2001 اللي كان مع كابتن ربيع سيد وهم مجهزين ومحضرين ان يقودوا الكابتن ضياء السيد يكون مدير فني للمنتخب الاولمبي بعد انتهاء الاولمبيات مباشره لان هيبقى عندهم ارتباط في 2024. ليه كابتن شوقي غريب مش عايز يكمل؟ لان كابتن شوقي غريب مش عايز يكمل بعد الاولمبيات. بعد الاولمبيات هم ماشي كده مفهومه. ما هو بعد الاولمبيات استعجلت. ما تقعدش استعجلت ماشي طب انت استعجلت انا بجيب جديد يعني. الكابتن ضياء اتعين كان ممكن الكابتن شوقي غريب يكمل بس الكابتن شوقي غريب عنده عرض برضه دي من ضمن المعلومات عنده عرض داخلي من احد الانديه الجماهيريه الكبيره في مصر في الدوري وعنده عرض مع احدى المنتخبات العربيه هو طالب التعاقد معاه فالكابتن شوقي عايز ياخد تجربه هو حقق كل حاجه وصل مع المنتخب لبطوله الامم وصل معاه الاولمبيات فهو بالنسبه له انا عايز بقى اروح بقى احقق طموح تاني هو دايما بيحب يلعب على الموضوع ده فقال لهم انا اخلص الاولمبيات وانا يعني بنسبه كبيره مش هبقى موجود فهم فكروا في البديل وبالعكس من ضمن المخططات اللي كانت موجوده مع الكابتن مؤمن سليمان او الكابتن محمود جابر ان هم يبقوا موجودين في منتخب 2006 و2003 كان بالتخطيط مع الكابتن ضياء السيد واتحاد الكوره يعني. والله طبعا يعني الكابتن ضياء السيد هو المدير الفني القادم لمنتخب مصر الأولمبي. اذا استمرت هذه اللجنه الثلاثيه بالظبط طب ما نسال السؤال المهم هي اللجنه الثلاثيه هتستمر بعد اللجنه بعد الدوره الاولمبيه هي هتستمر لان هي هتعمل انتخابات ما هتعمل انتخابات بعد بعد الاولمبيات مباشره هي هتعملها بعد الاولمبيات مباشره فمجرد ما تخلص دي هتبدا ترتب كل الامور سواء مجلس جديد يجي او ان هي تعين تشكيل اجهزه فنيه جديده فده من حقها هيبقى لسه الفتره بتاعتها لاخر 8 يعني عظيم مش بقول لك مش بقول لك ماشي طيب نروح لرهاب ايه عندك عندي خبر عن طاهر محمد طاهر طبعا كلنا عارفين ان الاهلي اتعاقد مع طاهر الفتره اللي فاتت بمبلغ هايل جدا اللي هو 20 مليون جنيه لكن على الجانب الثاني نادي المقاولين حب ان هو يحط شويه سبايسز كده وحاجات فلوس في التعاقد, في التعاقد يعني أي. فبانضمام طاهر محمد طاهر للمنتخب الاولمبي يحق النادي المقاولين العرب ان هو يحصل على 500 الف جنيه من النادي الاهلي 500 الف جنيه من النادي الاهلي زي حوافز لانضمامه للمنتخب الاولمبي في موسم 2021 ايوه بس طاهر كده كده اصلا ابن المنتخب الاولمبي هي دي في الشروط اللي محطوطه في الشروط اللي محطوطه وفي شرط تاني برضو بالنسبه لانضمامه للمنتخب الاول كام بقى مليون جنيه والله اول انضمام بس ولا اول في انضمام السنه دي في السنه دي شطار برضو في المقاولين العرب وهو كده كده اصلا طاهر معروف ان هو لعيب جامد وكده كده هيتالق مع الاهلي يعني لسه كمان يعني انا شايفه ان طاهر لسه ما اداش كل اللي عنده مع الاهلي لحد اللحظه دي اسالك سؤال مباغت شويه اتفضل هل فعلا في تفكير انه الاهلي مع الموسم اللي جاي يتعاقد مع باك ليفت جديد ممكن وممكن جناح اشمعنى دي من المراكز اللي شويه وطبعا الى جانب طبعا المهاجم يعني في شويه مشاكل عند موسيماني في المركز ده وابرز العائدين هو هيكون احمد فيها. احمد ياسر ريان اول لاعب هيرجع للاهلي بدايه الموسم اللي جاي ده مفيش فيها نقاش يعني مفيهاش كلام لا خالص هو عمار حمدي تألق وانضمامه للمنتخب واستحق يعني من اللعيبه اللي الواحد مبسوط ان هو موجود في دي حقيقه لعيب هايل جدا صحيح معلوماتك ايه تاني اخر معلومه معانا في معلوماتي ان اتحاد الكره بينوي اعاده تشكيل منتخب المحليين علشان الزحمه والتخمه اللي في اللعيبه دي ما تفرجش بقى تاني تالت المشكله ان احنا غلطنا ده تالت ولا ده رابع ده عاشر و ده يعني عشر. يعني على طول شالب وقلب كل ما يجي اداره في اتحاد الكوره نلغي المحليين وهي دي المشكله اللي موجوده عندنا بالظبط هي دي المشكله ان احنا معظم المنتخبات اللي بيخلص بيمشي ونعيد من تاني فلازم هو الثبات شويه منتخب المحليين منتخب المغرب هو اللي واخد البطوله الاخيره لاعب وشارك احنا عندنا الكابتن حسام البدري قال ان انا حاطط 50 لعيب في القائمه المبدئيه ايه الفكره من اعاده احياء المنتخب ده تاني في لعيبه كتير جدا هم التفكير اللي عندهم انا عندي لعيبه كتير جدا بتبقى موجوده انا اقدر اخدها في الوقت اللي انا فيه ده في المعسكر ده بتاع المنتخب الاول اعمل بالتوازي معسكر للمنتخب المحليين يقدر يعمل لي الاحلال والتجديد المطلوب في لعيبه اللي الناس كلها بتقول ان هي مش موجوده في الاختيارات
لو تم اختيارها في منتخب المحليين على الاقل ان ده بالاشراف او بالتعاون مع الكابتن حسام البدري هيهدئ الراي العام شويه ويقول ان الناس دي تحت المنظار. فبالنسبه له هو مش هيبقى عنده صعوبه في الاختيار، والاحتكاكات الافريقيه يقدر يعمل لان كل البلاد بقى عندها منتخب محلي. ركزي معايا، السؤال ده مهم. اتفضل. المشرف العام على منتخب مصر للمحليين اخر منتخب مصر كان مين؟ المدير الفني كان الكابتن هاني رمزي. لا، المشرف المدير الفني كان الكابتن هاني رمزي. ها، ركزي معايا. انا مركزه عشان تساعديه لو عطل. المشرف العام منتخب المحليين مهندس احمد مجاهد. ده حقيقي. صح كده؟ ده حقيقي. وكان هناك دايما اختلاف في وجهات النظر كبيره جدا ما بين مهندس احمد مجاهد وما بين الكابتن هاني رمزي. لدرجه ان الكابتن هاني رمزي عمل ايه؟ ما خلاص مشي لانه هو مش لاقي لعيبه. صح كده؟ ده حقيقي. طيب، هو دلوقتي مهندس احمد مجاهد هو رئيس الاتحاد. هل تتخيل انه يحصل وفاق ما بينه وما بين اي حد هيجي يقود الحته دي تحديدا؟ حسب اللي هيجيبه، هو هيجيب اللي هيبقى على هواه. فبالنسبه له انا لما اختار مش هختار حد يعرضني، يعني انت دلوقتي جاي مشغلني معاك في البرنامج، لو انا هاجي عرضك مش هتشغلني. فالطبيعي ان اجي واسمع منك حاجه مختلفه. المهم نوصل لوجهات نظر بتفيد. المهم نوصل لوجهات نظر متقاربه. لكن انا مثلا اجي واعارض من اجل المعارضه، لا، فخلاص. وطبيعه اتحاد الكره يعني طبيعه اتحاد الكره من يدير بيبقى اللي موجود في اي مكان سواء في اي جهاز او في اي لجنه بيبقى علاقته طيبه بيهم. العلاقه بتبقى طيبه. صحيح. بالظبط. عندك معلومات تاني؟ خلصنا معلومات كده عشان ما وراء الخبر. عندك معلومات تاني؟ لا، ما وراء الخبر. طيب، ايه الخبر اللي عندك علشان الناس تعرف الكواليس بتاعتك؟ تردد في الساعات اللي فاتت او بعد عوده الاهلي من الكونغو تحديدا ان كابتن محمد الشناوي اتكلم مع موسيماني طبعا عن رجوع كهربا مره تانية للتدريبات. موضوع مهم ده. موضوع مهم طبعا يعني. وان موسيماني وافق وفعلا رضي ان هو يرجع للتدريبات تانية، لكن الحقيقه هو موسيماني مبدئيا ما رجعش مع الفريق على الطياره، يعني فكره القعده في الطياره اللي حصلت بين الشناوي وموسيماني دي ما حصلتش. هي كانت هناك. موسيماني طلع من الكونغو على جنوب افريقيا على طول. الحوار تم فعلا، والشناوي فعلا هو قايم بدور كبير جدا جدا جوه اوضه اللبس بتاع النادي الاهلي، يعني كل الناس ملاحظاها يعني. لكن هو اتكلم عن هو يرجع التدريبات بعد العوده اللي هي هتكون يوم الثلاث اللي جاي بعد الاجازه اللي اخذها اللعيبه، بحيث ان هو يبدا ان هو ينسجم فعلا مع اللعيبه لحد ما العقوبه بتاعته تخلص ويبتدي ان هو يرجع تاني للمشاركه الجماعيه والماتشات. لكن موسيماني لا وافق ولا قال ولا قال لا ولا ادى رد تماما نهائي عن الموضوع. سمع بس من الشناوي، لكن ما اداش اي رد ولا اي جواب على الموضوع، ولا وافق ولا رفض. طيب، هو المفروض انه تنتهي الفتره بتاعته امتى؟ الشهر اللي هو كان واخده بعد ماتش المريخ. بعد ماتش المريخ. فكره ان هو يرجع يوم الثلاث او بعد التوقف ده كان اقتراح من الشناوي. طيب، هل تتخيل انه ممكن يحصل ولا ده مش باين عشان نبقى بنقول الكلام لحد الدقيق؟ اللحظه دي مش باين. مش باين، لان موسيماني متضايق جدا. متضايق جدا يعني. بس موقف اداره النادي الاهلي كان موقف قوي وكان حكيم، وتعاملوا مع الموضوع زي ما المدير الفني ما عايز يعني. هم ده طبيعي. الاهلي ما بيتدخلش في عقوبات لعيبه ما بين المدير الفني. مزبوط. القرار اللي بيعتمده المدير الفني خلاص، زي ما شفنا قبل كده مع فايلر وصالح جمعه. هو قعدوا فتره طويله جدا وما قدرش اي حد ان هو يرجعه للتدريبات مره ثانيه. فالاهلي ما بيتدخلش في الحته دي تماما الاداره. بالعكس، انت عايز تعاقب اللعيبه عندك زي ما انت عايز. خلاص، انت هتستبعد وليد سليمان مثلا من القائمه بتاعه المونديال، استبعده. دي وجهه النظر والرؤيه بتاعه الجهاز الفني. الاهلي او الاداره ما بتتدخلش في الحاجات دي خالص. طيب، من برضو ما وراء الخبر، كهربا قاعد في الاهلي ولا لا؟ بكلمك على القرار دلوقتي. لا، لحد دلوقتي يوم الخناقه او يوم المشكله اللي حصلت موسيماني قال تحديدا يانا يا كهربا في الفريق. لكن دلوقتي مع بعض المحاولات وان هو ممكن ينتظم بقى الفتره اللي جايه ويختلف سلوكه. على رغبه المدير الفني، بتكلم اداره الاهلي. أمير توفيق، هل حصل أي تحركات على أرض الواقع؟ لا خالص. إن هو يمشي؟ لا خالص. خدوا بالكم يا جماعة، بس لأنه رهام اكتشاف مبدئياً، ورهام معلومة، يعني تاخد منها معلومة. مش هيخش برنامجنا حد إلا إذا كان عنده معلومة. ورهام إحنا متابعينها كويس قوي وعارفين إن هي واحدة من الصادقات جداً في كلامها، فعشان كده أنا بستقي منها المعلومة وبركبها على حاجات عندي ومعلومات عندي علشان خاطر ايه نبقى امنا وصادقين. اذا موضوع كهربا هو غير معروض للبيع؟ لا، لحد مفيش اي خطوات. في تدخل من الشناوي انه الراجل يرجع تاني يكون موجود؟ بالظبط. ولكنه لسه موسيماني ما قالش حاجه. ولا ادى قرار في القصه لحد اللحظه دي. انت عظيمه. ميرسي يا ابراهيم. ابتدينا بدايه موفقه.
ماشي. استاذ عبد الباسط هتفاجئنا بايه من وراء الخبر؟ كهرباء ولا حاجه عندي؟ لا عندك انت بقى. عندك حاجه في كهرباء برضه؟ انا عارف انه لا طبعا ما اقدرش ادخل عند رهاب، بس هو انا عارف انه السوليه ومحمد الشناوي وعلي معلول بيحاولوا يحلوا الموضوع جدا لكهرباء، وكهرباء ما عندوش نيه ان هو يمشي يعني. هو قاعد في النادي الاهلي وقال ان انا هحاول التزم والفتره دي يعني يبقى ماشي. موجود بالتزام. فاجئني بما وراء الخبر عنه. طيب قائمه المنتخب الناس كلها بتتكلم على القائمه، احنا هنروح في حته تانية شويه. قول بقى. بالنسبه لي طبيعي ان يبقى في خلاف، ولكن اللي الخلاف لما يبقى في قاعده الجهاز الفني لمنتخب مصر واحنا نعرضه على الناس، فده المهم يعني. في خلاف فني داخل الجهاز الفني، خلينا نقول خلاف فني يعني، مش هقول خلاف ايه بشكل تاني يعني. حته معلوماتي دي. خلاف معلوماتي عبد الباسط بالظبط. خلاف فني داخل الجهاز بتاع الكابتن حسام البدري. الخلاف بدا، خلينا نتكلم مركز مركز عشان نحكي الحكايه يعني. هم قعدوا اجتماعين، اجتماع يوم الاثنين اللي فات واجتماع يوم الاربع، من اجل مناقشه القايمه اللي كانوا حطوا فيها ال 50 لعيب. مبدئيا تسمعوها يا جماعه من عبد الباسط، مش تسمعوه في حته تانية، على مسؤوليتي والله. بالنسبه لهم انه بدايه من حراسه المرمى كان في اعتراض وتحفظ من بعض اعضاء الجهاز الفني. انا مش عايز اسمي عشان ما اعملش مشكله داخل الجهاز الفني، ولكن اذا اضطررنا في الوقت اللي جاي نبقى نسمي نبقى نقول ده. ولكن انه الكلام اللي اتقال، لو انا هضم حراس المرمى بالنسبه لي محمد الشناوي ده الاعضاء الجهاز الفني اللي بيتكلموا، نمره اتنين كان الكلام على ان ابو جبل هو اللي يكون موجود مش جنش. ماشي. على اساس انه تفسيرات وتبريرات الجهاز المعاول انه ابو جبل لعب 13 ماتش، منهم 12 في الدوري ومنهم واحد في دوري الابطال، جنش لعب خمسه منهم ثلاثه دوري ابطال واثنين دوري، فبالنسبه لهم كان ابو جبل هو الاحق. كويس. بالنسبه لهم ليهم منظور تاني مختلف جدا. انه جنش قال انه حارس مصر الاول محمد الشناوي. انا بتكلم بقول لك اللي دار داخل الاجتماع يعني. هم ناقشوا كل التفاصيل، فبالنسبه لهم ان انا اجيب لعيب مقتنع ان اللي في ايه هو الحارس الاول، فكان من الاولى ان انا اجيب الحارس اللي هو عنده الحميه يبقى حارس اول ويبقى موجود داخل المنتخب، لان هو شالهم الفتره اللي فاتت. ده اللي اتناقش وقيل داخل الاجتماع انه نفترض انه محمد الشناوي كان بعيد عن المباريات لمده اربع ماتشات او خمس ماتشات الفتره اللي فاتت، وعاد على الماتش الاخير، كان هينضم للمنتخب ولا كان هيتخذ علي لطفي لو هو اللي بيقف او اي حارس ثاني في النادي الاهلي؟ ماشي. فده انا بوضح النقاش والتفسيرات اللي ادت لخلاف فني في نهايه الجلسه، ولكن القرار النهائي للكابتن حسام البدري. ماشي. ده ما وراء الخبر. ما وراء الخبر بالظبط. ده كله لسه في حراسه المرمى. طيب مبدا الجهاز الفني هو الاحلال والتجديد زي ما انت قلت من فتره، انه هم مش عايزين يضموا محمد عبد المنصف او احمد فتحي او وليد سليمان بداع السن. تمام. فكان برضو رؤيه المساعدين في الجهاز الفني، انا لما عايز انزل بالاعمار، احنا لو بصينا الاعمار الاربع حراس بتوع المنتخب فوق ال 30. بس صغير فوق ال 30. الاربعه ممكن معانا الاعمار يا جماعه يعني معانا. لا ما هو فوق ال 30. حضري فضل اجيبها لك اهو. معانا الاعمار. لا الحضري فضل كان قرب على 50. ما هو احنا بنتكلم في الحضري كان استثنى وركب الجيم ده من امتى؟ طيب الشناوي 32 سنه. ماشي. اللي بعده يا جماعه مين معانا؟ جنش 33 سنه. اللي بعده بسام 30 سنه. الاخير 34 غالبا. عامر 34. فكانت طيب الرؤيه كلهم صغيرين. ولكن انا لما اكون عايز اعمل احلال وتجديد، احنا برضو ما بنتكلم 23 و24 و25 سنه دي بتقف لافضل انديه العالم بره. ماشي. هو كان الرؤيه انه يعملوا احلال وتجديد باثنين حراس مرمى، الا وهو محمود جاد حارس انبي وعمر رضوان حارس اسوان. فهمت تقصد ايه. فانا اخد اثنين كبار مع اثنين صغيرين ياخدوا الاحتكاكات ويبقوا موجودين معايا، لانه في كل حال من الاحوال محمد الشناوي ربنا يبعد عنه الاصابات هو راكب الاربع خمس سنين. ماشي ماشي. فبالتالي ان انا اطعم اللعيبه دي، ما اجيبش اللعيب ده اديله خبراته عن 30 سنه. مش هيعرف يشيل. فدي كانت وجهه النظر، او طالما احنا علينا بالاعمار يبقى نجيب محمد عبد المنصف. عارف ما ضموش عبد المنصف ليه؟ عشان سنه. عارف ما ضموش عبد المنصف ليه؟ لا انت مش عارف يعني. خلينا نقول عشان سنه. انا خليها لك انت. طب انا عايز اقول لك على حاجه. خليها لي انا كمان. عايز تعرف ان هم كلموا محمد عبد المنصف من شهرين. مشكله كبيره جدا داخل الجهاز الفني، وكان من ضمن الخلاف ايضا انه القايمه كانت تدار بشيء من العشم شويه. بمعنى والله لو اخدتوا بالكم من السؤال اللي انا سالته عبد المنصف في بدايه البرنامج هتكتشف اللي هو تقبل تكون حارس ثالث او رابع، ولا كان عليه سؤال اللي هو كان ايه؟ ما شفتش الحاجه. شرط القياده قالها. قال بالظبط بالظبط. شرط القياده دي نفس المشكله. وقال انا زي احمد فتحي والموضوع طيب وارد. ده برضو وده يبقى سبب كبير جدا طبيعي، لكن قوي قوي قوي. تمام. انا عارف انت عندك معلومات برضو. ماشي.
لكن في الحته دي لو هنجيب كده كنا بقى طالما علينا بالعمر كنا نجيب محمد عبد المنصف على الاقل هيشيل ماشي. وكمان هو وقف قبل كده وعنده ماشي. الخبرات والاحتكاكات. طيب اللي بعده نروح للي بعده. في مشكله برضو تم الخلاف عليها الا وهي انه انا كلمت رجب بكار وكلمت احمد سمير وكلمت مهند لاعب طلع. مين اللي كلمت؟ الكابتن حسام البدري والكابتن محمد بركات تواصلوا مع معظم اللعيبه. طب ده حاجه كويسه. انت معانا. انت في فرق بين انت معانا وفي فرق بين احنا عنينا عليك وركز وممكن تبقى موجود. عشان كده بقول لك هم فكروا في المنتخب المحلي. يعني عشان كده بقول لك اللي انت بتقوله ده كواليس مش اراء. لا كواليس. انا كواليس. كل اللي هقوله هنا كواليس. كل دي ما وراء الخبر. كل ما وراء كواليس. ماشي. طيب فاذا في بعض اللعيبه زعلت واللعيبه دي خليني انا بقول لك بالاسماء. رجب بكار، محمد ابراهيم، شادي حسين، اللعيبه دي هتطلع تتكلم على استحياء. دول كلموهم؟ دول كلموهم طبعا كلهم. طيب احمد سمير خليكي معايا برضو يا ريهام عشان ما يبقاش الموضوع معاك معاك يعني ما انا ممكن اكلم اللعيب بس ما ضموش عادي اجهزه يعني انت جاهز بس انا كمدير فني اخد قرار في اي وقت بيتهيألي دي عاديه بالظبط. لا عادي. يبقى اسلوب الكلام بيختلف بقى. لازم هو لان اللعيبه زعلان اقصد ما لهمش حق. هم ليهم حق يزعلوا ان هم ما انضموش بس ما لهمش حق ان هم يزعلوا ان انا كلمتك يعني الا تعلم عادي جدا. الا تعلم انه الجهاز الفني عنده اتجاه بس يعني بعد ما يخلص الماتشين انه محمد ابراهيم ما يدخلش المنتخب. ليه؟ نرجع بالزمن لورا نفس اللي قاله حسام عاشور واصلا انا من الهند ايام كوبا فمنعوه ان هو طلع قال لك انا مصري يا جماعه فبالنسبه لهم هم برضو بس هم مش فايقين الحاجات دي دلوقتي هيقعدوا يتكلموا فيها بعدين. وهم بالظبط ماشي. بالنسبه بقى عندنا حاجات تانية تم الخلاف عليها داخل القائمه. امام عاشور ماله؟ طاهر محمد طاهر لماذا لم ينضم الثنائي ده للقائمه؟ يعني هم كان عندهم وجهه نظر يا جماعه احنا نجيب امام الجهاز المعاون للكابتن حسام البدري. هقف عند امام عاشور اروح لرهاب وبعدين ارجع لك تاني. يلا بينا. عندك ايه في وراء الخبر تاني؟ عندي حقيقه استبعاد موسيماني لحسين الشحات من المباريات الفتره اللي جايه بسبب ادائه الفتره اللي جايه. ما هو الراجل كان موجود الماتش اللي فات لعبه كبديل ما ابتداش بيه المباراه بس لعبه كبديل. ده اللي تردد الايام اللي فاتت ان طبعا مبدئيا كده هو ما كانش يعني حسين كان عايز يبدا المباراه اللي فاتت وطبعا كلنا من قبل المباراه بيوم عرفنا ان هو هيدفع بالثنائي شريف محمد شريف ومروان. ودفع بحسين الشحات بديل في خلال المباراه. معلومه منتشره قوي يعني الكواليس بتاعتنا ماشي. حسين عنده مشكله في العضله بتاعه السمانه وقعد مع دكتور الفريق دكتور احمد ابو عبله الفتره اللي فاتت عنده تقل في السمانه. التقل ده عامل له مشاكل شويه في ان هو يبدا او ياخد ال 90 دقيقه كاملين. فالدكتور اتكلم معاه ان هو لو اخد ال 90 دقيقه الاصابه هتتفاقم وممكن توصل لوضع الاصابه بتاعت علي معلول في الوقت الحالي. فبالتالي انت مش هينفع تبدا ونصحه بالراحه خلال الخمس ايام اللي جايين دول بعد حتى المباراه تماما اللي هو ما فيش حركه خالص. وقال له بعد كده كمان حتى المباريات اللي جايه هيتواصل الدكتور مع موسيماني ويفهمه وضع الاصابه بتاعت حسين الشحات وان الفتره اللي جايه ينزل واحده واحده او ينزل ما ياخدش الماتش كامل يعني ممكن يبدا تمام بس مش هيكمل المباراه للاخر ممكن ينزل بديل في الشوط الثاني لكن الفتره اللي جايه مش هنشوف حسين اساسي في المباريات وده ابعد ما يكون عن اقتناع موسيماني باللاعب بالمناسبه يعني. دي مهمه دي كنت لسه اسالها لك عشان الناس ما تخلطش ما بين كلامك او تجتزئه او تظن خالص انه الكلام عن عدم اقتناع الراجل بحسين شحات خالص. هو مقتنع الأسباب بحسين لاسباب طبيه يعني. مقتنع بحسين جدا وبالمناسبه كمان اللي بيردد عن ان في عروض من السعوديه ومن العين الاماراتي والحاجات دي كلها مفيش اي حاجه من الكلام ده نهائي لا تواصلوا مع الاهلي ولا مع اللاعب ولا مع وكيله ولا اي حاجه من الحاجات دي نهائي نهائي. كل الموضوع ان هو ممكن يكون في الشتاء اللي فات في الشتاء في شهر 10 او 11 كده مجرد جس نبض كده اذا كان ينفع حسين يمشي ولا لا لكن عروض رسميه او حتى عرض من اسم نادي بعينه ما حصلش. عظيم. نرجع لعبد الباسط كنت بتتكلم على امام عاشور وطاهر محمد طاهر. محمد طاهر ومحمد ابراهيم بس كان الاتفاق على محمد ابراهيم ان هو يكون البديل لعبد الله السعيد وقفش حال اي اصابه ولو تفتكر ده اللي قلناه في القايمه ماشي المبدئيه ال40 لما اتكلموا فده كان النقاش بتاعهم. هم اختلفوا على ده برضو ليه ما نجيبش محمد ابراهيم ولكن الكابتن حسام راح لمحمد فاروق ان هو برضو بيلعب جناح الفتره الاخيره في بيراميدز ولكن هو بيحبه في المكان ده من ايام ما كان موجود في بيراميدز. بالنسبه لامام عاشور وطاهر كان تحفظ الجهاز المعاون انه طاهر محمد طاهر تم ضمه في المعسكر اللي فات وكان بديل لتريزيجيه ورمضان صبحي ولم يستبعد الا الاصابه ماشي. انا دلوقتي رمضان مصاب ماشي فاوتوماتيك اللي يدخل تاني مين؟ طاهر اللي هو مؤدي بشكل جيد ماشي فانت استبعدته فدي نمره واحد. نمره اتنين امام عاشور الراجل شغال كويس. طب ممكن واحد يقول زي ما اتقال في القعده اصل المنتخب الاولمبي عايزهم. طب ما هو المنتخب الاولمبي شغال دلوقتي من غير اهم اتقال في القعده كمان طبعا اتقال ان المنتخب الاولمبي عايزهم طب ما هو المنتخب الاولمبي
انت بيلعب من غير مهاجمين دلوقتي، المهاجمين اللي هيلعبوا مع كابتن شوقي غريب في الاولمبيات مصطفى محمد واحمد ياسر وماله. طب ما هو احمد ياسر هيزيد خبره لما انضم للمنتخب الاول، مفيش حاجه رسميه دلوقتي بالنسبه للمنتخب الاولمبي، ومصطفى محمد نفس القصه، يشغلوا نفسهم وحالهم وبعدين يرجعوا. اذا حجه استبعاد، اذا حجه استبعاد امام عاشور وطاهر محمد طاهر بداع المنتخب الاولمبي، ما احنا عايزينهم يستفادوا ليه؟ طب ما هو انا اسيبهم برده مع المنتخب الاولمبي، اشكل شويه كده وشويه كده، ما انا ما اوقعش برده المنتخب الاولمبي. لا هو مش هيقع لانه مفيش ماتشات. ده لو كان الدفاع على سنه في ماتشات، لكن معسكر مفتوح من غير ماتشات. فبالتالي انا لما اخد الاثنين دول واطعمهم بالمعسكر بتاعنا، بالعكس ده انا افيد الكابتن شوقي غريب، كنت اوديهم للمنتخب الاول بالظبط. اوكي بالنسبه دي كل الحكايه اللي ورا الاختيارات بتاعه، واعتقد يعني ان ما كانش في استقاله خلال فتره قريبه لاحد اعضاء الجهاز الفني ممكن تصل لاقاله. تضربش القنبله بقى؟ انا ما بضربش والله. لو ما فيش ايه استقاله لاحد اعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، فممكن تبقى في اقاله الفتره اللي جايه. اقاله مين يا بسط؟ لا استقالة؟ لاحد يعني خلينا عشان احنا ايه داخلين على ماتش مهم. ماتشين سالتك سؤال مهم قوي، كل الناس دلوقتي عم تقول يعني مين يا بسط؟ خلينا لانه في مشاكل كتيره جدا. قول يا بسط. لا تلاقيها هاصل فبس كده، ما اقدرش اقول مين الاسم. طيب رهاب، عندك وراء الخبر ولا نخش على الحكايه؟ على الحكايه. على الحكايه، يلا. ايه الحكايه اللي عندك؟ حكايتنا النهارده قديمه شويه. ايوه، ما برضه الناس عشان تبقى عارفه الحكايه دي، هي موضوع من المواضيع القديمه اللي الناس ما عرفتش كواليسها. اتفضل يا رهاب. حكايتنا قديمه شويه، يمكن ممكن جماهير الاهلي تحبها. هي على معشوق الجماهير الاهلاويه مانويل جوزيه. ايوه. في 2001 في بدايه ما مسك الاهلي كان عامل معسكر اعداد في البرتغال. المعسكر ده طبعا كان فيه مباريات وديه كتير كان بيلعبها الفريق والتيم وكده. فاول مباراه وديه للفريق لعبها استبعد عصام الحضري وسمير كمونه من المباراه دي. وده اثار غضب الاثنين جدا جدا، يعني الحضري ازاي يتم استبعادي من مباراه مهمه وحاجات زي كده كتير في البدايه بقى في اول ماتش، يعني يجي من 20 سنه كتير قوي صح؟ من 20 كتير قوي، ما حدش يعرف الحكايه دي. ماشي كملي يا رهاب. خلصت المباراه والاحداث كلها خلصت، وبعدين الحضري رايح على اوضته ومتضايق طبعا وزعلان، ووراه مانويل جوزيه هو مش شايفه. فكان في ايده ازازه ميه، فازازه الميه دي اخذها ورماها جامد في الاوضه بتاعته. فاللي شايفه مانويل جوزيه. ايوه. فوقف قال له ادخل هات ازازه المايه اللي رميتها وتعالى. فعلا. كان شخصيه قويه جدا جدا، كان عايز يفرض شخصيته من اول يوم على التيم، وهو قدر ان هو يعمل ده. يعني الحضري كان شخصيه مهمه في الفريق، في التيم وفي الفريق. هو بيروح لاكبر حد في الفرقه بالظبط بالظبط، ويوصل مسج للعيبه كلها، وخلاه يجيب ازازه المايه قدام الناس ويجيبها ويقول له انا اعمل اللي انا عايزه، والتشكيل والتيم بتاعي العب مين وما العبش مين، واعمل ايه وما اعملش ايه. عشان كده بقى مانويل جوزيه. بقى مانويل جوزيه. بيفرق يعني مدرسه الاهلي يا جماعه وشخصيه المدربين. شخصيه المدربين لما بتنطبق مع شخصيه الاهلي يحصل ده بالزبط. النجاحات الكبيره دي، واعتقد برضو ده اللي عامله الكابتن محمود الخطيب دلوقتي حتى كمان مع موسيماني. دي حقيقه. مديله الصلاحيه، مديله المساحه اللي هو يتصرف زي ما انت عايز. انا مش بحجمك صحيح. ولا بقول لك تعمل ايه او اتدخل في قراراتك، ده ما حصلش خالص. صحيح. الحكايه حلوه بقى يعني، ودي حكايه انا حاضرها بقى بس شويه ماشي. كواليس فيها حلوه، انه الحكايه دي كانت في 2017 لما الحراس الثلاثه اتقلبوا على الكابتن احمد ناجي. اتقلبوا؟ بص بقى الحكايه بدات من هنا ومن مصر. ماشي. كنا مسافرين الجابون. هنلعب البطوله. كابتن احمد هتتقطع وتنزل. عبد الباسط بقى مش عايز اوصيك، شوفها على الهواء تشوفها بعدين. او عبد الباسط عشان فعندنا ماتش تونس هنا هنلعبه ودي قبل السفر مباشره. فواقف الشوط الاول شريف اكرامي، وقف الشوط الثاني احمد الشناوي، قعد احتياطي عصام الحضري. اللي وقف التصفيات عصام الحضري. فشريف اكرامي قال لك بس انا بلعب الشوط الاول ومريحني الشوط الثاني عشان اروح ابدا هناك ايه رايق. ماشي. الشناوي قال لك بس انا بدأني الشوط الثاني عشان ابقى انا رجلي في الملعب واروح ابدا هناك ايه رايق. الحضري قال لك انا مريحني انا عشان انا لعبت التصفيات واروح ابدا انا رايق. فالثلاثه ايه كل واحد في دماغه ان هو اللي رايح يبدا. ماشي. وصلنا لجابون كله بيسال، الحراس بتسال مين هيلعب مين. فهوب احمد الشناوي اللي ايه بدا في التدريب. تاني يوم شريف اكرامي اتصاب. فشريف هيرجع مش هيرجع، هيكمل مش هيكمل، فده موضوع شريف. دخلنا في الحضري، الحضري قال لك لا انا مفترض ان انا جاي ومكيف نفسي ودماغي ان انا هلعب، انا اللي مصعد الناس البطوله. فخلاص الحضري جاي يعني الشيطان ايه وزه شويه كده ان لغرض ما قال لك انا هروح. اوكي. هروح. والكلام ده اول مره يتقال. فجي بعض اعضاء الجهاز الفني واحمد المحمدي قعدوا معاه، قال له حضر ما ينفعش، افرض انه احمد الشناوي اتصاب يعني هتبقى مشكله، ما هو شريف مصاب فمش هينفع يعني.
فالحضري قعد وكان قلب وشه، وانا قاعد كنت انا بقى قاعد في الماتش انا كل تركيزي مع عصام الحضري. ايوه. بعد 10 دقائق اتصاب احمد الشناوي، لدرجه ان انا كنت بصور الموضوع ده فيديو. ايوه. لو تفتكر فيديو. أيوه. اتقفشت فيه وخدوا مني الكاميرا. ماشي. فالحضري اول ما الشناوي اتصاب فالحضري قام يسخن. الحضري كان طول الفتره دي بيعترض للجهاز لمجلس الاداره يقول لهم ما ينفعش، وكان بيشتكي يعني. فاول ما قام يسخن بص لمجلس الاداره كان مجلس خبري ورفع لهم ايده للسماء فعلا يعني انا ما حدش ينفع يجي عليا يعني. ونزل الحضري كمل الاهم من كده. جه الحضري في سخن جه الحضري في الماتش بتاع قبل النهائي درجه الحراره 39 شريف اكرامي خف. الحضري قال لهم لا انا وانا رجلي مقطوعه هلعب. رجلي مقطوعه هلعب ولعب الماتش ولعب الماتش النهائي عصام حدوته. فدي كانت حكايتنا يعني النهارده، حكايه عظيمه الكواليس. انا مبسوط بهذه الانطلاقه من معلوماتي. اللي متخيل انه الست مكانها المطبخ، الكلام ده مش صحيح يا جماعه. الست بتفهم في الكوره كويس جدا جدا، وريهام حمدي النهارده بينت لكم صحفيه شاطره وقويه وعندها معلومه وحاجه عظيمه. الست مش في المطبخ، الست في الكوره والست في الملعب، صح ولا انا بتكلم صح غلط؟ طبعا صح. قطاع كبير. انا بعاني من الكلمه دي جامد جدا. لا ما فيش معاناه ان شاء الله، ما فيش معاناه لانه ان شاء الله الكوره كل الناس بتحب الكوره، ستات ورجاله وكبار وصغيرين، هي مش حكر على حد، ده جزء كبير من متعتها. كل الناس بتحب المطبخ. نعم برضه الرجاله انت بتحب المطبخ وبتاكل وما بيبانش عليك. لا صحيح. بخت والله. قبل ما اختم معاكم خلونا نشوف الناس قالت ايه على السؤال اللي احنا كنا طرحينه ليه حضراتكم في بدايه الفقره. مين اللعيب اللي كنتوا تتمنوا ان انتوا تشوفوه او يستحق ان هو يكون موجود في منتخب مصر؟ من وجهه نظرك مين اللاعب اللي يستحق الانضمام لمنتخب مصر؟ ده سالنا دلوقتي في معلوماتي الجمهور الثالث. نشوف الاجابات. احمد فتحي وان كان لا يشارك مع فريقه بانتظام بس ده لعيب جوكر وقوي. ده حامد احمد وانا شايف صح. احمد ميدو ماشي. اللي بعده حسين اسماعيل اهلاوي وبقول اوباما احسن من زيزو حاليا. اللي بعده ابو ادهم محمد ابراهيم وعبد المنصف. ماشي انا موافق على الاثنين. اللي بعده مو السيد عمرو جمال عمار حمدي وابو جبل اهلاوي ونسير الاهلي. اللي بعده احمس طبعا رامي صبري طبعا ابو جبل. ماشي عصام عفيفي محمد ابراهيم واحمد سمير وعمرو جمال. خد بالك بس عشان تبقى عارف ما يعانيه الجهاز الفني لمنتخب مصر، شوف الاسماء عامله ازاي، اسماء كتير. اللي بعده خوخه او كوكو بنت الاهلي احمد عبد القاهر احمد عبد القادر لاعب الاهلي المعار لسموحة. احمد بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. انا اللي بشكرك ومبسوط ان كنت معاك ابراهيم ومع ريهام، وان شاء الله تبقى الفقره خفيفه على المشاهدين يعني. حاجه عظيمه ومليانه اخبار وفي الصميم الحمد لله على طول. ريهام بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا وسعداء بوجودك معانا. ميرسي يا ابراهيم، انا اللي مبسوطه جدا ومبسوطه ان انا معاك ومع احمد. بشكرك شكرا جزيلا. احنا لسه مستمرين مع حضراتكم في جمهور الثالثه بعد الفاصل. نجم نادي الزمالك والمدير الفني السابق لنادي الزمالك كابتن محمد صلاح في امسيه كرويه زي ما انتم متعودين معانا في جمهور الثالثه.